بس باروخ قريتها التلفون تاوي لان خد بقتا دلانيتا بيو بتهاجا خلاه ولت اتقائم تينا بواراق وقطرت او هاتم بريشايت ميلقو ما بريش امتن تاما مشمو وخ الزمرتا اتشليمون بتشمول ارخا اتنينوي كليتا بسباري ايناماني مكشط ساباري شما خلص مرتا هل اولان اها قريتا تهاجخ وهم زمخ باز ده ولت اتقائم جو اطرت او هاتن شمان ميقرأ متخرن قام يقرأ توخون قد سبار وخا قريتا التلفون أما نيلي ابقى لخايا ميقرأ داود برنو من مدينة ديترويت بغدانا مخيدة ميشيغان او انت عادية تازة ديرة لمن أطرت اوهاتا قرب اليرخة وبلغي تمضيلا مودي لقوما جو أطرت أوهاتان وهربيض أنا بين مضنوخون قدم يقرأ داوت برنو إلى جنرال ريتايرد جنرال جو قوشون ين أسكر أطرا مخبا عراق رابا بغداي وخ قد عمني إلى إبقالة خايا من مديت ديترويت ميقرأ داوت جنرال داوت برنو رابي بشمعني ود باقدون الهاويتون بدي بشمعني بس فينو رابا رابي عمانول جزوفة انا بينو يعني بدي اقول لك خيال دي او روحية دي قلنا مسال لي لبرايا يعني قام كل من دي بينو شكرنا رابي جونسون سياوش هو انطلق الاستقالة دي احتجاجا لنا وضع السورية دي تامة جو أربل وجو منطقة شمالية وأوخ موقف حقيقة موقف رابع موقف جباري يعني ليس من تاريخ الوزارات العراقية ليس خسورة ويد حوشولة ورابع بشكل أخر كبير أو بسيم رابع وبالنسبة لنا مثال دي لبرايا يعني هي قضية داعش
قام داعش اسمه القاعدة ومنظمة القاعدة يطلق كلنا أن مسائل دولية يعني مخطط دولي حتى أمريكا بجانا حمالة لأنه منظمة القاعدة أيكم خلقالة ذلقوا الاتحاد السوفيتي وهذه خلقوا لجبهة النصر ذلقوا نظام بشار الأسد وداهم طلطل أي تنظيم خاصة يميل داعش أو هم تنظيم دولي وأقليمي بشكل كذا بقاوة حرابة دولاثة يميل داعش هذه اللي في شمد لا قاعدة ولا شمد جبهة النصرة هذه كلها داعش إلى أي منظمة داعش أو هو مخطط يتخرب الصائل من خلال إعلام لبع الخفلسفة أو خناشة كمد هؤلاء سياسي ولا مثقف ما سيطي أنه أومدي داخل بلاعية يعني ولا النزول بفاع قد أن ناشي من دول الخليج وقامة كل قطر تدريب دي البلاعية قلت تركيا حكومة تركيا بيدار مدير الخلافة الإسلامية بمنطقة يعني بغزايا كما إلى أي بصرافة من وقت دي وأن كل أن ناشي دي لبثاء من دولات أوروب كل مقايل التركية تم بهذا التدريب من تم شاذورة إلى العراق وسوريا وختم من لبنان وأنا بهذا الدولة دولة الخلافة الإسلامية هي مقابل دولة الولايات الفقيه الشيعية وإيران ويطلق أول صراع بياشي لأن ما يشن البوربان مشن بين سنة وشيعة هذه بيش أول صراع على العلن فايش دولة خلافة إسلامية ودولة ولاية الفقيه وأخنا السوري يغدي منطقة بلقيت العراق وهي منطقة كلها منطقة صراع إلى بين سنة وشيعة بين قرلاي وعرباي بين تركمان وقرلاي فأخنا خملتي لتلن لا سلاح لتلن لا دعم لا خمندي أناش كلها إلى تقديم المدججين بالسلاح كلها تلن مرجعيات تلناش بتعمي فمن هات خمندي أخنا قد بيخاخ تامة بإقارة باحترام لازم تطلبخ من أمم المتحدة تدعو ذالا خدعم دغدي لقوات يونيفل جنوب لبنان أن تقريبا أربيش نتعمله وأن مسواس جنوب لبنان كلها بخائلة بإقارة وباحترام أخنا أبدا من خلال أن أفرش أن داعش لن بفرش سقوط النظام كذلا من إلى قرانا أو من إلى أعداديا فلا حكومة بغداد ولا حكومة أربيل إلى مجد بيم هيريلا أبدا كل ليلة من مصلحة دي خاصة حكومة الأقليم لأنه سوريا وشمال العراق رابط لأوبرا رابط يعني خيال خاصة أن مسواس الصطنة من أرازن وإنشكو ونمدان فهجرة دي بالنسبة لي بصالع دي إلى ويطخ كل خملة تلقى قمصة حدية يعني فمن هدخة عن رأي دي لتن إيش يعني خيار التخيار تتلن خخيار هو تسليح شعب دي وهذا خقوة مسلحة تابعة إلى الأمم المتحدة تتخيى برعاية الأمم المتحدة وأمريكا وإما هجرة جماعية ودي هو شعار إلى رفيع احتام بعنكاوة وأول دوس يعني لتر خيشانس خينا this is last chance فأخنا نحاول أن خقوة سلاح بتهاوخ بقديم رقم صعب دقدي لدروس في لبنان دروس يعني خملة زرتها بس مودي إلى مسلحين إلى مهيئين أنا شن خارع غابة ودلي يعني نقص كراماديا قامودي لأنه كم شوقيلا بدون سلاح كأنما بشتن أهل الذمة يوخ تحت رحمة القرداية تحت رحمة عرباية قد حاملا وهو خاينان القرطي برناشا أنه إيمن دلماصة حمد يعني فبطلابي من كل ناشئ تتبلخي أو هدف أنه أخنا لازم شقلق شقة أخنا سوريا تامة بعراق وتايلا دعم من أمريكا ومن يونايتد نيشن وأن سوريا دي لبن بن أطرواثة أن رابة
إيه بحاجة اللي تدعمين تامة بن مظاهرات بن مذكرات احتجاج بن مندان لبن رابع يعني اتخن خكمة مندان تخشل سابقا رابع سؤال أخر هم قازن مثلا أنا أقب ديان أعزاب ديان ضرانة ديان تامة كل لوذ لخة واحدة بنفسي لوذ لخة تفاهم بنفسي خبئا مشتركان بوصلة يعني خادر قل خنة ولذلك أخ عامل خينة وأخ فسبب خنة أو تقحقر بلي القاون أو زلل لسيل إلا رابينا بين مد بخلطة بين مدنو قد جبن كل أم أوضة لجميعنا أديم يوما وخا مذكرة التحجيجاش ومطلب رابا خيلانا وخيلانا إيد بطلابنا من State Department من White House طليبنا قد أراتن بيشي خمية وناشن بيشي مضرة الأراتي وبتواتي إيكت إينا وأخ بقد لم يقروتو قد آوخ خد ناطروتة مواتم خيدة أخنا لين لجبن بولاتيقاي لينا كليو لينا شليو بهيرتة برعيوتهم تنيتة أتورايت أمريكا كلهم أوضى لمقوخنا وبطلابنا الداها مندي دوز بلكن خدشة اتن فتور إنا آها إلى خا أختمرخ متخرخ إلى خا قضية مصيرية أديم يوم أخنا بوار وخجاو بسبار وخ من أطروات جورة اتهيري لان من سبب أخنا اختيطة رابي إي وخجناشة مخبان تشلامة لي وخناشة قد أورخ قبلاشة وكوتاشة أم أمواتم خينة تينا تاما بمنيانة بزودة بشكة دية اتلو بزودة أخت متخرخ بيلان خا خا سيف هيفن يعني خا مطلب من حكومة أمريكا ويونايتد نيشن تآتي تاما وهي ريلان إنا أخنا أديوم يوما يعني مويلة سبرتا من عمان بخشاوت قد إلى دانا عادية يالد ديان كل آوي قو أسكر سبش ماي وخكمة من قبن بولاتيقاية تاما بش قالنا قاني ويدنا مفارس قا دفاع عن النفس يتاني لا بغزاي وخ قب أطرانايا وهربيضانا قب خينة قد أن مفارس تقتلون بي قد خاميلة قاني وهربيضانا داخي إخنا ماسخ أن هاي ريات آويلا فاقد رابي رابي اخنا بين اليوم خا معلومه اخنا الضباط السوري وقف جيش العراقي زود البعم ضباط 400 ضابط وقف جيش العراقي هديه كلها لتالي قام كرايو مال وقف لقاء انا وخا فريق اول ركن من ذا الميخائيل اول اشا الى ثري ستار جنرال ما قال لي ما يا رابي أنا ينخبر طلطم براي من بيثة ما يقاموا ما والله عيب علينا إحنا ضباط إحنا قدنا وحدات عسكرية هسا إحنا في موقع خوال أخنا مزري يعني هدخل يعني القضية ما لأخنا يقاموا لي أو الامساسة تدخل خقوة مسلحة من خليوها مسلح ويعويل أسلحة متوسطة أسلحة يعني عندنا ثقيلة هي بندفع عن سعلين قامودي يعني مت مزل إلى إيه قبر لا أو قحر باي قامودي نيت نيش الليل بهيولا يعني فمن أدخل أخذ أتلا إمكانية أتلا إمكانية أتلا مؤهلات يعني من منه رابع من داني يعني لا أتلا همزومة بس أخذ أتلا إتلان رابع شجاعة وجرعة ومؤهلات وكل خمدي بش هذا من أن خينة دي لمن نتام على الساحة السرعة رابي ما رأخنا أوخ فهدف رئيسي كسلا لازم تهيلا أي قوة إن لها ولا قوة أخنا أنا بداية من زمان هرمس مالفشكو على من خلال السادة هرمس وطلي شينو إذا بريخة من الحركة الكردية كبشمرقة أجد هو ورمس هو مفرز أطول 40 مسلح وهو مسؤول منطقة نينوى
قاطبة كلها أو مسؤول المباشر الأول ليش قرر لا أو عربة لما صوى أو ذو تدخل سونية قاموا لأن القوة مسلحة فالقوة بدون قوة مسلحة لم تخذ خيش مني أبدا رابط باي وعود كلها فارغة لي رابي رابي بغزاي وخ بغزاي وقت عادي قدن ورت داعش بغزاي وقت قردايتي ويو قولا قالا بتخامي والأراتان وبتواتان يواني وخبرت إرخاين قد آوخ يا آوخ يعني تأميني وادوقا أرات الديان وبتواتان وناش الديان كلبتان خامي والونين قزيلا قد رقلن قم خيل الداعش بدا أصبا بدن تشك خيلان تقتلن داعش رقلن قرداي بي بأسكر الدية وبيتشك الدية رقلن ومن دي جيبخينا بغزاي وقت برشونية اتوا بالمالكي وبالبارزاني بشواقنا الخادبنا ومالكي شادور الطيارة مليتا بتشكق قرداي قد ماسي قد هيريلون ماسي بلشي من دان داعش يا رب أخنا لي ماسخ طلبخ من حكمة عراق هر أختي ولون قرداي أخا أمتا خيتا تيلا بخايا تاما يوي قالا قاتا دا أخنا ماسخ كالخ قبات دا خيلا ينلبت مش المانوتا تيلا بقرادو اي أرى من إيتوتو وبشيابو من هي يوتو قد لا أوي لا بيش شما آتورايا لا بايش تاما مين أخشاويات وخاتم ربي حبمان كل أن اتفاقيات من حكومة مركز أو حكومة إقليم لها برعاية أمم المتحدة فاشلة 100% بغزاية أو ربي سركيس غجن على ملح عمره على نطير والحراسات 3000 مسلح 3000 حرس ملوشلة هذه بخ قرار زورة خمسون كردي خوشن مجردو من السلاح كله كله مرفل السلاح ديهي طوال بناشر كل اتفاق لها مشترك بقابة شريكة أمن يونايت نيشن أو خدولة مخ أمريكا فاشلية 100% ليه دائم وقتي بتهاو أو خمدي وقتي فأنا وعود ما وعود بس أخنا رابع وعود قديا من تاريخ التشعيث ديا يعني من إيجثيل باتريركا مريشايا على منخل وهذا هو عضو لجنة استقبالية كنت ملع أحمد حسن البكر قديا بيأخذ حكم ذاتي ويعني حلو قضية مصطفى أو قضية الكردية ملا هل من حكم ذاتي وأخلي بوض خحال قدية فملا أنه راب ناشر ضيراني له وأخلي هل أدخى راب ناشر رضي بقاون قاموا لأنه يوخ دخل يامل لتن مرجعية لتن دولة بتعامل دخدي لتركاي ولا تركيا الشيعة إلى إيران سنة إلى سعودية وهكذا فمن أدخى أي واحد بدون رعاية دولية إلى فقط يا رابا سباي رابي بس يعني بس اخرا شارة ديان الى خا اي قد اويلا هيرتا من يونايتد نيشن وشك ماطي تاما انا بموت ارخا ماطي تاما وداخي ما صخخنا ان تشك ممطيقلون قد ان بلاش ديان ان يونايتد نيشن ين اي ورق تاما ين امريكا مارت وبطلابت وبغزايخ قد امريكا إلى حليف من قرداية وقرداية مارت ليبي أخنا قد بيش اختامه لا أنا ماري وإن أي قضية لازم تحاول تنسيق من قرداية أخني لا ما فقي مقدار في القرداية لا أبدا لأنه أخنا مصير لي المشترك إذا أخنا بي أخنا واثن قرداية أخ مقدار بس على شرط هذا كرامة دي الحقوق دي ضمينة من ندخل من دي بالنسبة للدعم مصر يا ويلن دعم إلى مطار أربيل ومطار سليمانية مطار دولي إلى طائرات بقيامة دي من فرنسا من بول السلاح قرلاية المطار السليمانية ومطار أربيل فوصائت النقل أو إرخاثة كبيرة يعني أخنا لبيخ أي قوة يدرقوا لا قرلاية ولا حكومة المركزية أبدا لا تروي بالتنسيق مني بالتوافق مني بس لكن ضمانة دي يحتويها United Nations or America ضمانة
أختن أختن أخ أسكرايتي تنوية ومتخرقة جنرال منذر ميخائيل ات أنا يعني يطن رابا سبايقة إيوة خطالانة قلت تقلتا إيطالي و تمام نادي الآثوري نادي الآثوري ياتي وكو البغداد يعني خزيون ويطن رابا سباي منذر ميخائيل أخنوخن أخ أسكرايتي تنوية أدخى ماسيتن آها خيلة مبريتن إلى بلخيتن أما أمد قب بولاتيقاية إتلان وبغزاي وقت كل قب بولاتيقاية أديوم يوم يوم الدعمر إخوة جميع أخنا أخ قب بولاتيقاية عن فدريشن أن أجريات ممتخلن قا دكان ضي وبيشنا ممطية أن أجريات قد اتن مقيبيات بشقالنا واتن بقرايونا اللجنة المشرقية ات امران الشرق كل ده بجماينا برشخنا واشنطن قد سندي لداها صوتا ات سندقة كريسيانة عراق كريسيانة عراق ما ربوش خزداق يقورة تيلة الله بتواتي رقلون قو بغزايق قد قمديت عنكاوا خامنديت يعني تجخناش ليها من قد بني أمتن بدماخنا قجدانة الرصيف بدماخنا قد باصورنا من ميخولتا ومية ويا لسورة تاما قد شميلا خا بختا مهصلة يا لم طيلة الهسبيطال لم طيلة تاما الهسبيطال خبيبي قم آوي لا تاما قو أرخا سو أدخى أهوالات إينا تمجد رابا ممريانا ورابا أينا ومن دو قبخينا بغزاي وخ رابي قد باتريركا لويس ساكو بطلاب اللي خا هيرتا قرتا من كل أطروات الدنيا من سبب ما رأي إلى إبادة الكريسيانة وأديوم يوم بشار مطرم بشار وردن لون قلطة مار لقد هجخا من دن رأية تينا كلدان تينا قوية لنجي بانت دشتة ننوتي رقلون طيلون الأربل ودهك وشركة دكان خينة مار لهيش خامن دن مرعية الدين ليبا يباش قو أطرا مارا سبلتلن فيوتشر بياشة تاما أن ناشي داخي أخنا رابي ماسخ قن عقلون قد بيشي قدو أطرا سبخنا نيطخ ان بلطلون من تاما ورقلون آني أن إنا هيوي خارطة إتلن أخنا ببياشته تاما أن بلطلون ورقلون وخشلون دكان خينا بغزايا وخانة تسهيلات إلى ياوي كندا وفرنسا وأتروات خينا أمريكا وأستراليا ياونا تسهيلات قد آتي وبالطي من دو من أرعى وملكانت قانين أن بلطلون أخنا نصوت الدين إيكا بيشا يعني قضية الدين إيكا بيشا فاقد رابي وفي رابي سوريا لا ترقي من العراق لا خاصي أبدا سوريا كمت بالطي إيفن رابع من بغدت إلى منيفة يعني لا خاص بس أنا خاص من الثبات أن أمران مني ملي ذلك من ناشي بس خمدي بين أمرنخ أخنا العسكريين من قديم خزادة 400 ضابطي أبقى من للحزب السياسي يعني للحزبي للمنتمي الخجية ملتزم بالدية خاصة منذر أو قوضة ديا أو لتح علاقة السياسة عمرح كله ف بتدريت أول جيش العراقي بعد السقوط منذر فريق أو ركن المنذر أو جنرال أمريكي أني كمأسين أول جيش العراقي أو خاصة فأو بقيان حمار أنا أنق حكومة العراقية وذي أول جيش قديا مصور مد بصل الجيش للأوذ مد قوة يعني أو إيه الخبير بندنا مثال وتنخ ضابط خينا أو بش يعني بش اختصاص بالتدريب وبالقضايا أنور قطرس أو أمخا لواء ركن بتقاعد إلى فأتلان غابة ضباط قوراني أتلى شهامة أتلى شجاعة أتلى يعني يطلت كما ضباط لسوا لهم كل برزلة بقوا الجيش العراقي من خالد صارق قوة جوية وخير كبيرة لعمالوث على من أخذ عمالوث سليمون ف من هدخل من دي أن مطارنا أو سوريا إيمان خازة قوة مسلحة سوريا دي إيجا كل بدالي أبن بلطية دي خالص لي بعدين بطارة لأنه خناشة أو بطندية حكمتها وتبراية لتلوخ 10% 10% من الكرامة لغضية حوت بطنديوخ وبأبروخ ملك ديوخ ماسوخ ف
فأنا بخشى أن مشاريع الهجرة إلى فاشلة وإلى مخايزات القمل دي وأخنا ما تهاوخ لازم تهاوخ تشبث قوبة دي ماسة دي بوطن دي يعني رابدوس. أول أنا أول رأي دي خيالي رابدوس رابدوس يترابي بس يعني تخمنتو خيال وخيلة كلا ماخخ إيدة بإيدة ومن نوخن أخ نوخن تيتون ويقو أسكر بالخيتونم أوضا لماطا وما شبر التانت والقا نقيب أنا نقيب يطن والا دي مار الجنرال اللي بيشا منذر ميخائيل أو آتن وآون وخينة ماطا وما شبر انجميتون ومن دن قبن بولاتيقاية خاتن سيقاية ومن نوخن ومن أن منظمات تتلن لخا تبقيتون و يونايتد نيشن تبقيتون و ب وايت هاوس و ستيت ديبارتمنت تتلن لخا سبخيلة إلى كل لخا إلى مركز تقلت عالم كل لخيلة سو كودخ طوياوة يعني ان تنسيق ايوة من نوخن شاريتون إلى أخ نوخن آها بادرة إلى خامن دي رابا سباي أخشي مدري بياش لأومن دي بوش اتكالقو أرخن إلى داخي أن زوزك كبشخلون داخي أودخ أن زوزت مقمخلون اتبايلن رابا رابا هيرتا قد ماسخ خامة خلبني أمتن أخلان تاما أنا مثلا زوزة هي مسؤولية يونايتد نيشن إذا هي مسؤولية حكومة إقليم إذا حكومة مركز إذا ليه بس جم زوزة من ناش هي لازم على الأقل أخنا يخويض اجتماع أخنا أنا ضباط بول أخنا دي خارج تاير ويوخ ويل يعني مرت ملاحظة حكمة جهات من أخنا مستعدين أني تايم تدازخ أولخ قوة مسلحة وبس مودي حتى وشقيل مصاريف القوة كبداية بهذا على الأقل $10 مليون معسكر يعني تأسيس معسكر وتدريب ورواتب وتجهيزات ولوجستيا قضاء لوجستية أنا مساعد أنا بعدين بتأسى يعني زوزة ليلة مشكلة مشكلة قرار سياسي يا موافقة يونايتد نيشن أو أمريكا وموافقة حكومة مركز وحكومة الإقليم أي لا يعني أول last chance دي سورايب عراقي مو بعراق منطقة كلها قشرق الأوسط كلها هي. رابي أويتون أويتون رابا باسيمة سبداني دولا براقة يطن تريسر برقنا أنا بياش يطلار با دقيقة أوت رابا باسيمة قدا برست مخليالو خقاتا مو اتلوخ من ديانا خارية التانت لنقا شمانا مخبة والله أنا لتلخمن دي بس بني ناشط لا قطري أمل دي يعني أخنا لازم تيلن أمل أنه دار خلبة وطن ديا مخخلة وأبلا ديا حامخلة تشعيثة دياً مدرخلة ورخ حكم ذاتي رمز الإمبراطورية الأشورية التاريخية تتحاول خرامس خيطلع لدغدي لألمن دغدي لهذاية وقرداية وهكذا يعني سيف هيفن تينا بقراي ومنطقة آمنة اختود لنقا قرداية تمام هي سيف هيفن ما يتحاولون قوة مسلحة يا رابدوس قوة مسلحة رابدوس رابي بخلطة دانا دي براقة لا أو ترابة باسيما تنانت بنت وقت منه قد آفرست مخليال وقاتا بيوين قتاويله خد بقياته وقارت يوت وشقلت آتن عم جنرال منذر عم دن شتاس أمتناي قبت إتلان وبخزخلوخ قربة دانا لخاقو شيكاغو باسيما رابا وبوشن بشلامة مريا باي باي شمانه ميقره اهيوات بقتاد لنيتا عم جنرال داود برنو
عونت تي لنا تري خير خو بلغ تري يرخي إلي لخا ضير إلا من أطرة أوهاتا نخزي لخون هم زميات مقرويلة مار إلي كاريكا ولنخا خيلة أسكرايا وهازر إلي إتبالخ ومقرو خيالو خيلو تخمنياتو رعيانو داخي آتي الإتوتا آها أسكر تخامخ لقيانانقو أطرة أوهاتا بس هل تبقى بيوخون شبتة إلى بتايا شو قخلوخون قدرخ بطالها وبركاتو بوشم بشلامة وخيا أمتن عطوريتا